السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي قول لي يا كبير، هو ايه هالفالنتاين ده؟ هي شوطة في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسألني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تقليعة من تقليع الأمريكان وبنونا بيها. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم. وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوه. باه. واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه. استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي. دلوقتي انا عاوزة اسألك سؤال. اتفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطي صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. شش. وطي حسك بلاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب. عيد الحب يا هدية. طب انا فهمت كده من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الراجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي، لازم توصليه مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهدية مثلا. ده انت حتى اسمك هدية. هو لازم الموضوع الهدية ده؟ طب ما ينفعش ندل بعض فلوس؟ فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقة من المكتب عشان الطلقة اللي معاه خلص. طب اطلع هتلقى الطلقة في الجردة تحتاني. امر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي. فزاع. مالك يا واد مبومك ده؟ أيوة يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجل. المنجي منجتيه؟ أنت مش جاي لي طالع تجيب طلق؟ أيوة بلا بلا ماخدة، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجة قال. إحنا فين والمنجة فين؟ قوم يا تفز. أمر جلالك.